مستمرين معاك كابتن اسلام الشاطر، كل جمهور ومشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان هنا من الكونغو، بالتحديد من فندق الاقامه لبعثه فريق النادي الاهلي، اللي اكيد منتظرين بكل شغف كل الجمهور مواجهه الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي في بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن ترتيبات على اعلى مستوى سواء من رئيس البعثه الاستاذ طارق قنديل، وايضا كمان اسماعيل السفير حمدي شعبان، الكابتن سيد عبد الحفيظ، كل الامور دي هنحاول طبعا نعرفها من عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل. برحب بيك يا طارق في البدايه، وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في ترتيبات كثيره وفي امور كثيره تتم، ينقصنا كل التوفيق ان شاء الله في مباراه الغد باذن الله. برحب بيكم والساده المشاهدين وتحياتي للكابتن اسلام الشاطر. الحمد لله قعدت النادي الاهلي في كل اموره يعني وبتبان قوي في الرحلات اللي زي كده، كل واحد عارف دوره، فالدنيا بتبقى ماشيه الحمد لله بطريقه منضبطه جامد جدا. كالعادة في انضباط من الجميع، وربنا يسهل ان شاء الله ويتفوق توفيق ربنا في الماتش يعني. الرحلة كانت طويلة طبعا ومرهقة، الحمد لله كل الكلام ده يعني الفريق والبعثة تعدوا كل الحاجات دي الحمد لله. طبعا في رطوبة عالية وحرارة ومواعيد تدريب مختلفة مع الجانب الكونغولي، لكن الحمد لله في كل الأحيان الأمور ماشية كويس، وفي نفس الوقت في تعاون كامل من الجانب معالي السفير حمدي شعبان وطاقم السفارة. حاجه يعني بتدهش الجميع كمان ان جميع افراد البعثه نفسهم كل واحد بيقوم بادوار يعني ادوار يعني مش عايز اقول مبالغه، لا بتبقى زياده عن الدور بالظبط كده، زياده عن الدور اللي هو بيبقى مطلوب منه يعني اي حاجه فيها مساعده لاي حاجه بما في طاقم الاعلامي على فكره الحمد لله يعني قناه الاهلي وموقع الاهلي قايمين الناس كلهم بادوار كبيره جدا في مساعده البعثه كلها، فهو ده النادي الاهلي، فهي دي اللي بتخلي دايما بتبقى داخل على اي مرحله او ماتشات او يعني في اي منحنى بتتعرض له بتلاقي الحمد لله ان الامور ماشيه بسلاسه، وزي ما بيقول بيتوقف في النهايه توفيق ربنا يوم المباراه. بس عارف ان انت مقل في الاحاديث سواء على التلفزيون او في المداخلات مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، لكن فرصه ان انت معانا طبعا طارق بيرك كرئيس للبعثه، يمكن نقطه لفتت نظرك وهو الازدحام المروري والتامين كمان، يمكن حضرتك اتكلمت بشكل شخصي مع معالي السفير يكون في توفير زياده شويه، يعني البلد يمكن صعب شويه التنقلات فيها، اكيد لفت نظرك الامر ده طارق. هو حضرتك الاول بس بالنسبه للاقلال مع الاعتذار لاي مداخلات تلفزيونيه بتحصل او الكلام ده ان احنا ما قدرناش نعمل كده، ان بتبقى يعني المفترض كله بيبقى مركز في الادوار المطلوبه منه، وبيهم الجميع في النهايه ان ان شاء الله كل ده بينتج عنه مكسب ان شاء الله ونتيجه كويسه تسعد الاهلاويه كلهم. طبعا في تامين موجود، وكان الاول تامين بسيط، فالراجل المسؤول الكاف جه قعد معايا وطلبنا تامين اضافي، وطرحه النهارده برضو الحمد لله في اجتماع الفني والامني اللي كان موجود معاهم. الامور يعني ماشيه كويس الحمد لله. طبعا البلد هنا زي ما احنا شفنا الاستاد كبير ومتوقع ان يتملى الاستاد كله، والبلد بحكم الحاله الماديه اللي هي فيها فبتلاقي كل منصب على الحدث اللي موجود دلوقتي، يعني حتى واحنا ماشيين في بالعربيات واحنا في الطريق للملعب التدريب واحنا راجعين اكيد كلنا شفنا في اهتمام مبالغ ومغالى فيه من الناس موجوده في كونغو، ده حقهم، وفي نفس الوقت بس بنتمنى ان كل اللي تم الاتفاق عليه بالنسبه للظروف الامنيه للمباراه ان يكون على الطريقه المثلى اللي هو النادي الاهلي متعود عليها، استضاف ضيفه قبل كده في مصر بنفس الطريقه بنفس التامينات بنفس وجود الجمهور بتاعه اللي كان موجود. الحمد لله برضو طلبنا من يعني منهم ان جميع افراد الجاليه المصريه، هو مش كبيره هنا يعني حوالي 200 واحد تقريبا، يعني ان هم يكونوا موجودين في ملعب الاستاد وقت الماتش، وبيجي بعض منهم يعني مجموعه قليله كده تحضر التدريب، فان شاء الله ينتج كل ده يبقى في زي ما بقول لحضرتك توفيق من ربنا ان شاء الله يوم المباراه، لكن كل المجموعه البعثه بالفريق حاله انضباطيه الحمد لله يشهد ليها للنادي الاهلي في طريقته واسلوبه في بعثاته في ماتشاته في كل الامور اللي بتضرب بيها من خلال الامور دي يعني. يمكن بصدد مباراه بطوله افريقيه، لكن تتفق معايا طارق بان المرحله دي من اهم المراحل على فريق الكوره سواء في البطوله الافريقيه وفي بطوله الدوري، النادي الاهلي في بطوله الدوري بخطوات ثابته باداء بنتيجه مع مستر مارتن، وايضا كمان في البطوله الافريقيه مرحله مهمه جدا محتاجه تكاتف من جميع اللاعبين، وده اللي بيتم فعلا طارق بيه.
برضو الحمد لله في جينات الأهلوية وجينات المسؤولين وكل أفراد الكورة وخلافه إن كل المراحل مهمة، كل المراحل اللي بيمر بيها النادي الأهلي مهمة، لأن النادي الأهلي بيشترك تقريبا في كل البطولات، وفي كل البطولات مطلوب من النادي الأهلي إن هو لازم يبقى نمرة واحد. هم اتربوا على كده الحمد لله، هو ده الطبيعي بتاع النادي الأهلي، إنه في كل بطولة عايز هو المفروض هدفنا كلنا الرئيسي وهدف اللعيب اللي بيلعب في النادي الأهلي وكل المشاركين إن الأهلي رقم واحد. هي دي اللي بيبقى الطموحات اللي موجودة، وفي نفس الوقت يعني ده تشالنج، يعني هو ده اللي دايما بيخليك تحقق في النهاية اي حاجات صعوبات، هو ده اللي خلى النادي الاهلي نادي القرن. يعني بالمناسبة يعني الاهلي ما بقاش، الواحد كل ما يجي بلد افريقية بيحس بلاقية الاهلي ما بقاش نادي القرن بس ببطولاته، يعني بالارقام اللي اتعملت كبطولات، لا بقى نادي القرن بحاجات كتيره قوي بتحسها في كلام الافارقه عن النادي الاهلي. يعني لو بعيدا عن المنافسه اللي موجوده بين الاهلي وبين الفريق البلد هنا فيتا كلوب، هم ما بيتكلموا عن النادي الاهلي بعيدا عن الماتش ده اللي مع فريقهم ان الاهلي ده حاجه كبيره جدا وهو الاكبر في افريقيا، حاجه يعني الحمد لله مشرفه وبنحسها من الطقم الدبلوماسي. وحسنا بالطقم الدبلوماسي نفسه الموجود هنا من كلام الناس والمسؤولين عن النادي الاهلي، يعني قعدوا يعني قالوا لنا سواء من بتوع فيتا او بتوع مازيمبي ازاي النادي الاهلي شايفين النادي الاهلي في وضعه الطبيعي اللي هو الاكبر في افريقيا، وان هو نادي الحقيقي للبطولات والقيم واسلوبه، وده يعني الحمد لله برضه بيبقى اساسياته هو المظهر المشرف اللي على مدار عمر النادي الاهلي بيظهر فيه في اي منتديات او مباريات او خلافه. اخيرا يا طارق بيه، لو باخد منك رساله لكل اللعيبه ان شاء الله كلنا بنتمنى لهم التوفيق باذن الله، بكره يكون التوفيق معانا، الجو كمان ان شاء الله يكون يعني اهدى من كده شويه، لكن كعضو مجلس اداره ورئيس البعثه تقولي لكل لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه. مش محتاج الرساله، الحمد لله كلهم عارفين ادوارهم وكلهم قمه الاستعداد، وبقول ثاني في النهايه ربنا سبحانه وتعالى ندعوه بالتوفيق بكره ان شاء الله. شكرا بيه، وبكره باذن الله ان شاء الله بعد المباراه يبقى لنا معانا اللقاء، وان شاء الله يبقى فرحه مع كل اللعيبه باذن الله يا رب ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لعضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه الاستاذ طارق قنديل على هذه التصريحات. حاله من التركيز كبيره جدا يا كابتن اسلام، ان شاء الله تنصب وتنعكس علينا في المستطيل الاخضر، كل الامور ان شاء الله تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي اداريا ترتيبيا تنظيميا فنيا كمان، وهكون يمكن ده الجزء الاخير مع مستر مارتن لاسارتي بالمحاضره الفنيه الاخيره اللي هتكون عقب العشاء مباشره، يمكن وانا بتكلم حاجه دلوقتي يا كابتن اسلام انتهى بالفعل العشاء الخاص بفريق النادي الاهلي، لعيبه هتتوجه الى المحاضره الفنيه الاخيره ان شاء الله باذن الله يتم الوقوف على كل الامور الخاصه بالتشكيل، ملامح التشكيل، ثغرات القوة، ده في كل الامور ان شاء الله باذن الله، والنادي الاهلي غدا يكون عائد بثلاث نقاط مهمين جدا يساعدوه في مشواره في البطوله الافريقيه. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم على